يتعلق بوجود قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الشريف، فكيف يرد عليهم؟ أحسن الله إليكم. قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، لا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في مسجده، بل دفن في بيته، حيث مات في بيت خديجة، في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، بين سحرها ونحرها. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وكان قد مات في حجرة عائشة، فدفن صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحجرة. عائشة رضي الله، والحجرة كانت ملاصقة للمسجد في جانبه الشرقي. بقيت عائشة رضي الله تعالى عنها في حجرتها إلى أن توفيت رضي الله تعالى عنها، وهي في حجرتها، ودفن في حجرتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دفن أبو بكر، ثم دفن عمر رضي الله تعالى عنهما وزير رسول الله، وضجيعاه في قبره صلى الله عليه وسلم، في حجرته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لما توفيت عائشة دفنت في البقيع رضي الله تعالى عنها، وأغلقت الحجرة وبقيت على هذه الحال حتى تم توسعة المسجد النبوي من جهة الشرق، فهدمت حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حجر زوجاته، إلا حجرة عائشة التي كان فيها قبره، وأحاط بها المسجد من جهة الشرق، فقبره في بيته وليس في مسجده. وكل من أدرك وعرف الأمر أنه ما جاء في سيرته وهديه وأخبار وفاته وما جرى بعد ذلك يعلم أنه لم يدفن في المسجد، لا خلاف بين العلماء أنه لم يدفن في مسجده، إنما أحاط المسجد بقبره صلى الله عليه وسلم من كل جهة. وهذا لا يعني أنه دخل في حكم المسجد، إنما هي حجرته وفي بيته صلوات الله وسلامه عليه، والمسجد أحاط به من كل جانب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباع سنته والعمل بهديه والفقه في دينه ومعرفة ما جاء به، فقد جاء صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث عائشة: بعثت بالحنيفية السمحة، والحنيفية هي التوحيد الخالص.